يلا بيان توضيح للرأي العام إن مختلف شرائع وقبائل ساكنة جهات داخل وادي الذهب تسلب وتندد الفعل الجرمي الذي تم اعترافه في حق الابن البار لعائلة أهل غريس إثر اختطافه لوجهة غير معلومة وما ترتب عن ذلك من اختلالات مصدرية أدت إلى فقدان خيوط الفعل الجرمي والتأخير في الحصول في الوصول إلى الجنات. وفي هذا الإطار تعلن القبائل بالجهة وتوضح للرأي العام ما يلي: أولا تمسكهم بالكشف عن مصير المفقود وملابسات الواقعة وفق الضوابط الجاري بها العمل في هذا الباب. ثانيا سذبهم اللامحدود لهذه التصرفات التي باتت تؤرق أمن وسلامة المنطقة. ثالثا مطالبة الجهات العليا بالتدخل لضمان السير العادي للتحقيق. رابعا التنديد بكل تصريح أو فعل لا يخدم مصلحة الكشف عن الحقيقة. خامسا دعوة الجهات المختصة بعدم التساهل أو التراخي في القضايا التي تمس بأمن وسلامة المنطقة. سادسا مناشدة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الإعلان عن أي أخبار غير مؤكدة ضمانا لعدم التشويش على مسار التحقيق ورأفة بعائلة المفقود. سابعا دعوة الساكنة لمساعدة الجهات المختصة بكل ما من شأنه المساعدة على كشف الحقيقة ومصير المفقود. ثامنا ثقتنا في المؤسسات الدستورية الصاهرة على تحقيق العدالة. تاسعا ثقتنا في المسار المؤسساتي لدولة الحق والقانون الذي سطره جلالة الملك نصره الله وأيده. عاشرا التضامن اللامشروط مع عائلة أهل غيش. وهذا والسلام.